مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا عمي. ايه ده يا ولا الاغاني المايصه اللي انت مدورها دي تشلفظ ودنا وتقل مزاجنا واحنا قاعدين؟ انا مش متخيل يا فاهم يا فندي ان اغاني زي دي تدور في بيتك. انا مش فاهم في ايه يا فنيه، في ايه يا عمي، في ايه يا بابا؟ معقوله حد في الوقت ده ما بيسمعش عبد الحليم؟ حلم؟ في حد ما بيحبش عبد الحليم؟ حبك برص، يا ريتني ما دفعت له البدليه، كنت عايزه يخش الجيش عشان الجيش يربيه ويقص له شعره ويقصر له قطب. يا بابا عبد الحليم ده شاب في سني ودي اغاني شبابيه، ولا عشان حضراتكم يعني جيل قديم؟ قصدك جيل واعي، جيل محترم، جيل بيفهم في قواعد واصول الغنى. يا انيسة. ايوه يا سيفان. لمي الحاجات اللي كان مدورها الولد في اوضته وارميها له في صفيحة الزبالة. وانت لما انبه عليك مرة تانية تيجي تقابلني، تيجي تقابلني بالطربوش. وديت طربوشك فين؟ الطربوش في الغسيل يا بابا. جيل نمرود.